عسلامة ومرحبا بكم مرة أخرى في استوديوات برنامج الماتينال. بحثنا مدام نرجس الزغديدي فتوح اللي هي مهندسة فضاء داخلي وديكور. مرحبا بك مدام. صباح النور. شحوالك؟ الحمد لله. الحمد لله. دونك اليوم نحكيو على كيفاش نعملوا كوان مزيان للعب نتاع الصغيرات، هذا إذا اللي كنا نلوجوا فيه في الصيفيه. Exactement. دونك هذا شحكينا فيه بعد مدام نرجس. كما زاد نرحبوا بسي صابر جلاس اللي هو خبير في السلامه المروريه. مرحبا بك سيدي. تحيه ليك لكل مشاهديكم. يعيشك. اليوم عندنا جديد في الرخصه نتاع السياقه. عندنا برشا جديد. يبي عندنا برشا جديد، ان شاء الله ما صعبتوهاش وكا ولا صعبتوها. ظهر فيكم صعبتوها. فير لا سيكوريتي روتيير. ان شاء الله. دونك حاجه مهمه تعنا تعرفوا عليها من بعد وتقول لكم صعب ولا لا. دونك خلينا نبداو مع مدام نرجس الزغديدي فتوح، قلت اللي هي مهندسه فضاء داخلي وديكور. كيف نقولوا توا هيت نعملوا كوان والا بيت صغار نخلي لهم بلاصه وين باش يلعبوا غيره، هنا هيت نحدوا ساعه وين يلزمهم يلعبوا. اكزاكتومون. احنا قبل ما نقولوا هكا ان شاء الله نوصلوا نقولوا، على خاطر احنا جينيرالمون كي نخمو مثلا كي نشريو دار ولا باش نشريو مبل نتاع بيت صغار، ديما نخمو في الحاجات ليسونسييل بالنسبه للبعض اللي هما الفرش البيرو والارموار ولا البلاكار. دونك هذوما لي زيليمون اللي نخمو فيهم، ما ننساو ليسباس ديدي للعب. من بعد كي يجيو كيما توا في وقتنا توا يجيو لي فاكونس نوحلو يقول لك معناتها كان نلعب في الساله مشكله، كان نلعب في بيتو ما عادش نجمو حتى نتعداو في وسط البيت، ما نجموش حتى ندخلو ونوليو نعاركو وكل. مي هو فينالمون على خاطر من الاول بالكل ما صارتش اون بون ايتود للاسباس ديدي لعبهم، واللي هو فضاء منه الصغير يولي يحسوا ديدي اللي هو فضاء مخصص ليه، ومنه زاد سانو زيفيد حتى احنا اكل الطبلبيز اللي في الدار اللي يصير والقلق اللي يصير سورتو للامهات اللي ولادهم كما قلنا في الفاكونس يقعدوا في الدار. احنا حسينا المشكله هذه في الكوفيد وقت اللي قعدنا الكل exactly. في الدار وقتها فقنا فقنا اللي لي زيسباس نتاعنا ماهمش بيان اميناجي بيان ايتيدي. فوالا دونك احنا justement باش نشوفوا بليزيوغ اكزامبل اللي هما باش يكونوا نتاع ينجم يكون بيت كبيره ولا بيت صغيره بو امبورت شنو هو ليسباس اللي عندنا لا سيرفاس ولا سوبرفيسي نتاع البيت. نشوفوا في غير ميزور سولون بيان سور العمر نتاع الصغير، خاطر البازاج معناتها كي نحكيو على طفل بين 3 و5 سنين مش كيما طفل ادوليسون مثلا. دونك باش نشوفوا مختلف اللي عندنا تصور باش يعاونونا على حكايه. اكزاكتومون. دونك ديجا في الصوره الاولى نحكيو على جوستمون البازاج، معناتها كي نحكيو 3 سنين 4 سنين 5 سنين الصغير ولا يحب يلون يحب يصور. دونك نلقاو المشاكل اللي يحب يلون بارتو، واحنا اون كونتر بارتي ديما نفرينيوه ما تكتبش في فوق الحيوط ما تصورش ويقعد ليميتي باك الورقه الصغيره. دونك علاش لا اون سوليسيون تري سامبل ا رياليزي اللي هي ان سوبور يتحط في الحيط نحطوا فيه ان غولو، دونك يحس روحه يصور جوسكا لانفيني ما عادش ليميتي، يولي حتى هو ما عادش يلوج باش يصور ايور، يولي يمشي يجري لك التركينه هذيك باش يعمل كولورياج نتاعو باش يعمل تصويره تنجم تكون في التصويره طويله معناتها مش فيها بليزيوغ باغ اكزومبل بيزاج برشا حاجه. دوك يولي معناتها اونكري احنا حاجه يتلهي فيها تكون هو شيخ بها، واحنا سانوزيفيتك كيما قلنا. فما حتى دي بابيي اللي يلصقوا يتفسخوا معناتها تصوروا تفسخوا. اكزاكتومون اكزاكتومون. فما هكا فما فوالا اون فيت هذايا سو كون ابيل اون بانتور اردواز اللي هي البانتور هذايا نجموا يا اما نختاروا سا ديبون دو ليسباس، نجموا نختاروا يا اما اون بوند في حيط من حيوط البيت والا كاريمون كيما ليكزامبل هذايا هو يكون ان ديسان، مي فاك الديسان هذاك انتيغري فيه هكا البانتور ديكوراتيف اردواز بيان بريسيزيمون اللي هي نجم اليوم ظهر له باش يعمل تصويره غدوه وقت ايمات القرايه ينجم يعمل فوالا العمليات يحفظ جدول الضرب مثلا اتسيتيرا، معناتها ما عادش تولي ستاتيك الحيط هذاك مش حاطين تصويره باش تقعد 12 دوز دوران العام كامل، معناتها هو معناتها يعمل بيرسوناليزاسيون نتاعها سولون وقتها شنو فوالا سولون وقتها شنو ظهر له يبدا شيخ عليه الكوان هذاك. سينو فما اون اوتر ايدي اللي هي بلو بوسي جينيرالمون احنا كي يبداو عندنا زوج صغيرات نخمو جينيرالمون في فرش ما عندناش بلاصه زوج فروشيت مثلا نخمو في اللي سوبر بوزي ديما تصير سوف كو ما نخموش اللي
ينجم عندنا موجود بلاصه الفرش وبلاصه البيرو وبلاصه الخزانه، مي مش موجود جوستومون بلاصه اللعب. دونك نجمو نعملوها سوبر بوزيسيون، مثلا الفرش اللوطه ولا بو امبورت شنو عندنا، نجمو نطلعوا اون اليفاسيون، معناتها يبدا ما عندناش سوبرفيسي تخول لنا باش نعملوا ان كوان ديدي للعب، نوليو نطلعوا اون اوتور، معناتها وقتها نجمو مثلا بالدروج اللي هما سو فورم دو رانجمون لك اللعب هذاك، ويطلع الفوق يلعب عنده لونيفير نتاع اللعب الفوق والونيفير نتاع النوم والقرايه وكل يكون اللوطه. والا ان بو بلو بوسي اللي هو راه ما تاخذش برشا متراج في البيت، il suffit d'avoir 80 سنتي والا متر بوند فيها 8 ولا متر، والباقي على كبر الحيط. كان عندنا حيط معناتها متفاضي نجمو نعملوا له لونيفير الكل، الصغار يحبوا تشابيت، يحب يطلع من الدروج والا يطلع من السلو، دوك عنده لونيفير كامل. سينو كان ليسباس بلوز اتخوا نجمو حيط يولي دو زون. هنا نحكيو على جو ايديوكاتيف من غير ما نعقدوها. نختاروا احنا التام اللي نحبوه، نختاروا مثلا كانوا هو زاد مغروم يحب الجغرافيا ولا احنا نحبوه مثلا نعملوا له خريطه العالم، وحتى لومبلاسمون وين هو باش يتشعبط مش تكون ريفليشي، معناتها باش يوصل لك البلاد الفلانيه والبلاد هذيك شنو هو الخاصيه نتاعها، شنو هما لي زانيمو اللي نلقاهم معروفه بها البلاد هذيك اتسيتيرا، يلقى روحه من غير ما يشعر يحفظ الخريطه والا حتى نجموا ان اوتر تيم. انت وين وصلت كندا سوا ديزون، ينجم حتى هو خوه يولي يلعب هكاك، تولي معناتها ساكري دو معناتها دي زيدي حلوين افيك اون بون انيماسيون. هذه سي لو ميم برانسيب في اسباس صغير، متر على متر مربع، معناتها نحكيو على متر مربع، متر على متر مثلا تنجم تلقى فيه، ينجم يتشعب، ينجم ينقص. ليسونسيال اللوطه نعملوا ليسباس بيان سور، نعملوا متله، نعملوا حاجه باش ما فماش الريسك نتاع ديما نخموا على سلامه الصغير، معناتها فماش الريسك نتاع باش يطيح يتضرب اتسيتيرا. مي فكل التركينه هذيك في البيت نجموا نعملوا لها الكادر كامل، لومبيونس نتاعو، لونيفير نتاعو فك التركينه هذيك. سينو باقي نمشي نشوف دي زيدي يكونوا سامبل، مش لازم يكونوا ترو بوسي والا يكونوا مكلفين، جوست دي بارو لوح يتفكسوا في حيط حتى في تركينه من البيت، نحطوهم دو فاسون الياتوار، يبدا يتشعبط، ينجم يحط حتى لي نونورس ولا لي جوي معاه يطلعوا معاه وهو يخلط لهم اتسيتيرا. دونك ديما فما اون ديزيدي سامبل مي سا انيم بوكو. سينو فما ايدي اخرى اللي هي باقي تركينه في بيت، مي هذيا لافونتاج نتاعها اللي هي نجم نحطوها بيريوديكمون، معناتها مثلا في اي اللي هي دونك تيبي تتسمى، عباره على خيمه صغيره يعملها الصغير معناتها يركبها اوكازيونيلمون، والخيمه هذيك تولي لونيفير نتاعو، ينجم يرقد فيها، يتكى فيها، يلعب فيها، يقرا فيها، يحط القصص، يقرا فيها وهو شيخ وعامل جو. وقت اللي ما عندوش ليسباس معناتها سوفيزون في البيت، ينجم اوب يخبيوها ايامات القرايه وتتحل في لي فاكونس. دونك من غير ما اون كومبليك بوكو. سينو اخر ايدي تري تري سامبل اللي هي حتى البوبيل نلقاو لها اون سوليسيون، باش الصغار مش يكعبرك الورقه ويرميها نامبورتو ولا يخليها فوق البيرو ولا يحطها في القاعه مرميه. دونك نجموا البوبيل تولي سو فورم دو دونك دو بانيي، تولي قش عليه يلعب باسكيت باش يلوحك ستيلو ولا الورقه هذيك، تولي فما سو فورم كاينها جو وهو يبدا شيخ وهي تكون حاجه ديما اوتيل وفونكسيونيل. يعطيك الصحه مدام نرجو، على خاطر لهنا نحيت برشا مشاكل نتاع الصغيرات اللي يجيبوا لعب نتاعهم يقعدوا في الصاله ومن بعد برا نلموا نعركوهم وفينالمون ما نجموش نلموا عليهم مادام ما عندهمش سباس والا كنخرجوهم باش يمشيو نصرفوا كل الفلوس، ولات كل شيء غالي. دونك حلو انه هو بيدو اللي يحب يقعد في البلاصه هذيك خاطر يلقى فيها الجو نتاعو. بالضبط حاجه اخرى ديما اون اساي باش نلقاو لي زيدي كي ريفليت لا بيرسوناليتي نتاعو، راه سي تري امبورطون باش الصغير يرى روحه في الاسباس نتاعو، مش احنا اون امبوز الحاجات اللي احنا نحبوهم، مي بلوتو الحاجات هو شو يختار وعلى اساسها نعملوا التركيبه نتاع البيت. مشكوره مدام نرجس الزغديد اللي فتوح بيان سور، اللي هو مهندسه فضاء داخلي وديكور. خلينا نمشيو بحذا لشيف في الكوجينة، ما زلنا نتبعوا فيها الوصفات وحيدة وحيدة باش ما نفوتوكم بحتى شيء. شيف فتحية بعد ما حضرت البات وعبيتها بالفريز ولا النوازات المحمرة ومهروشة، توا جا الوقت نتاع الفاسوناج. نتاع الفاسوناج، الوغ نجي نقصهم كل باش نكيلها انا، توا انتم تقولوا كيفاش تجي قد بعضها، سهلة ياسر الطريقة. وقت نحط انا نشد البسكوي هكا بصوابعي، معناها يلزم يكون في عرض صوابعي، ماهيش اعرض ماهيش اقل،
سامحوني كما قيسوا في الغريبه ولا كما قيسوا في الغريبه نحط هكا ننزل نحط هكا وننزل معناها باش تجيك القياسات كلهم قد قد ومن بعد كي نحطهم ما نحطهمش راقدين هكا على جنب نحطهم هكايا وقت التطيب البسكوي هذا كل كعبة تمشي وين تحب هي اللي تميل على جنبها واللي تقعد كما هي هذاك المنظر نتاعو المزيان كي يبدا فيه فورمات معناها نقولوا يتحرك ماهوش بسكوي جامد كل واحد وشنو تجيه الكعبة واحدة يظهر كأنه برشا أنواع لكن هو فينالمون نوع واحد لكن في الموفمون اللي خذاها في الكوشة هي تعطيه زينة فورمة أخرى يظهر كأنه فاغيي كأنه برشا بسكويات ألوغ هو بسكوي واحد ماهوش برشا يعطيك الصحة ألوغ أنا هذا كوشتي سخونة 200 درجة نرميه ونقعد نتلهي به كمان ما خليش خاطر فيه المعجون وفيه البات يلزم نتلهي به ندوره ولا انا كشتي ما غير ما ندور طيب كيف كيف ما نتلهي به باش ما يحمرليش هذه الميزه نتاع الكوشه اللي من عند سياغ اللي هي طيب كيف كيف الكيلة اللي محطوط البلاتو من القدام ولا العكس والا اذا عندكم بلوزيغ بلاتو تنجموا تحطوهم فرد مره نعرفوا هذاك علاش خليت تبقى غادي ولا نعرفوا سياري يقدموا لكم برشا معدات متميزه خاصه ثم غارانتي وثم سيرفيس بريفونت طياره برشا اللي يحب يتعامل مع سياغ من لي بروفيسيونيل اكيد وليتوا تعرفوها توا تدخلوا على دو باج نتاعهم على الفيسبوك ولا على انستغرام تكتبوا سيار والا تزوروهم في لي دي شورومز نتاعهم تلقاوهم في المنزه واحد مقابل المسبح والا تمشيوا للحمامات رون بوان براك الساحل تاخذوه وانتم ماشيين لبير بورقبه تلقاوها على يدكم اليمين كيلومتر واحد طريق بير بورقبه من الحمامات دونك هذيا بالنسبه للسياغ وين تلقاوها سياغ اللي بالحق عندهم ثقه فينا للموسم الثاني معنا في كوجينه الماتينال وعاونونا برشا في اعداد الاطباق هذيا اللي نودوكم بها مشاهدينا انا الكسكسي كيف ما شفتوا قبيله كسكسي الاسمر قلت باش نعمل به التبولي اللي هو عوضت به الغرب البرغل ماهوش موجود البرغل الناعم هنا في تونس دونك بسسناه بالزيت عملنا له شويه ملح فلفل اكحل ومن بعد مرقناه بالماء سخون خليناه وشرب شوفوا هنا جا مفرك كل كعيبه وقتها ما يعجنش هذه الميزه نتاع لي بات الكل اللي تقدمهم لنا ورده بما فيهم الكسكسي نحركوه ونخليوه يبرد باش من بعد نحطوا له الخضره نتاع التبولي هوني عندنا اللوبيا الخضره قلنا اليوم نعملوا فيها بالسمان انا السمان برشا وصفات عملت بالمقرونه عملناه مسلي عملناه مشوي عملناه هنا في المرق عملناه مرقه حلوه دونك السمان من الحاجات المتوفره في السوق التونسيه ونشجعوا فلاحينا على انهم ينتجوه ونستهلكوه احنا كتوانسه دونك هاكا تشوفوا هنا طاب البصل نتاعي بريسك والسمان توا باش نحط عليهم اللوبيا الخضراء اللي قصيناها طريفات ماهمش قصار برشا غسلناها مليح ونحطوها هي الطيب مباشره راهو ما تطيبش فرد كويسون هي والسمان ديما نحطوها في الاخر تغلي دريجين 12 دقيقه هكاكا وتكون عندنا اللوبيا نتاعنا حضرت من بعد نزيدوها شويه ثوم ونزيدوها جرينين فلفل فرشكين كيف ما تشوفوا دونك هذه بالنسبه للوبيا الخضراء بالسمان مرقة حابين نودوكم بها مشاهدينا بعد شوية نتقابلوا باش نشوفوا كيفاش نكملوا حكاية التبولي خلينا مع فاطمة وحكايتها وضيفنا الكرماء مشكورين اللي شاف خلينا نشوفوا تويكا الفواياج الاخرى بلوتو الكروزيغ الثاني اللي هي تابع شركه كوستا اما عن طريق اورانج كروزس اللي تلقاو عندها برشا دلال وتنجموا تطلبوهم على ال 50 211 787 دونك يقول كوستا نقول تنجموا تخرجوا منين تحبوا تخرجوا من اي بلاد تحبوها تنجموا تاخذوا الطياره وتعملوا وتبداوا الرحله نتاعكم دونك مع كوستا يظهر لي كما فسرت لكم قبل راهو الاماسي تخرج كان من تونس وترجع لتونس لكن مع كوستا عندنا الامكانيه نخرجوا منين نحبوا لكن عن طريق اورانج كروزس اللي قلت نجم تطلبوهم على 50 211 787 نجم تنصحكم اكثر وتختار معاكم البيوت تختار معاكم السيركوي تختار معاكم برشا حاجات وخاصه انه هي تعاونكم في طريقه الخلاص فما الخلاص بالتقسيط مع العلم انه الشخص يدفع 2900 انطلاقا 2900 السوم هذا راهو فيه سوم بي الطياره دونك خلينا نشوفوا اسبوت الخاصه بكوستا اورانج كروزز ونرجو تحب تنسى التعب وتسافر وين ما تحب الحل عند كوستا كروزير اللي تدور بيك العالم وانت في باتو مرتاح
الأسعار انطلاقاً من 2,900 دينار فيها سوم الطيارة. بيان سور الإخلاص بالتقسيط. إدلال كما العادة ما نلقاوه كان مع أورانج كروزس اللي تنجموا تطلبوهم على 50-211-787 وإلا تزوروهم في 7 ناج ابن الجزار لافايت. دونك هذه كانت كوستا مع أورانج كروزس. دونك تنجم تطلبوهم على 50-211-787. طويكا باش نحكيو على رخصة السياقة والسلامة المرورية مع سي صابر الجلاسي اللي قلنا عنا جديد. شنو جديد مرة هذه سي صابر؟ جديد ديما احنا نجيبوا جديد. اليوم فما تغييرات جديدة باش تلتحق بها رخصة السياقة التونسية. اليوم فما الأمر 510 المؤرخ في جويليا 2021 اللي ان شاء الله في اخر جويليا باش يبدا التفعيل نتاعو. باش يصبح معناتها عدد رخص عدد الساعات بالنسبه للتلميذ ثم عدد ادنى من الساعات الخاصه بالتكوين النظري والتكوين التطبيقي. وايضا سيقع الفصل بين امتحان المناورات وامتحان الجولان، معناها ما عادش باش يصيروا في لو ميم جور. دونك باش يولي التلميذ يجتاز امتحان الجولان بعد كي ينجح ياخذ موعد ويعاود يتكون امتحان المناورات. دونك هذايا جديد. علاش ما علاش تصعبوا فيه؟ علاش انا مش في النهار يروح بالبيت؟ هو مش مساله معناتها صعوبه، ولكن اليوم احنا الامر هذايا باش يقع قاع التنقيح نتاعو، والامر هذايا للالتحاق بمعناها اتفاقيه فيينا. دونك احنا اليوم بما انه تونس ممضي على اتفاقيه فيينا يلزمنا نكونوا نتبعوا في نفس معناتها القوانين نفسها. دونك فما عدد ادنى من التكوين. اليوم التلميذ ما عادش يجي معناتها يتعلم عدد معين اللي يحبه هو، معناها فما عدد ادنى. اليوم النقاش على 32 ساعه. معناها متعلم ولا مش متعلم فما مينيموم، واذا راهو معمول كانوا 25 وشي هو ما كانش كانت معناها تجي انت تطلب اللي تحب عليه انت ولا، واذا راهو معمول به في عديد الدول المتقدمه. هذاك علاش اليوم احنا رخص السياقه باش تشهد معناها نقله كبيره. ايضا المتكون باش تكون تربطه علاقه كمترشح بينه وبين مؤسسه التكوين، عقد تكوين. دونك ما عادش باش تكون التكوين معناها مجرد يعني جيت فيها مع صاحب المؤسسه. اليوم فما عقد يقع امضاء من الطرفين. شنو يضمن لي لهنا العقد هذا؟ يكون هو العقد معناها سينيي من وزاره النقل، ويكون ممضي من طرف المترشح، وايضا ممضي ومختوم من صاحب المؤسسه. فيه بنود فصول تنظم العلاقه، تنظم ليزاكونت، تنظم عدد الساعات اللي وقع الاتفاق عليها، تنظم عمليه التكوين كيفاش باش تصير، والخلاص. الجديد هذايا معناها بالنسبه لل 32 ساعه، باش ناخذوا مثال بالنسبه للصنف اللي هو التوريزم، هو باش تكون عدد الادنى تو اللي وقع الاتفاق هو في النقاش تو هو 32 ساعه. 32 ساعه ينجم يكون اكثر شوي، ينجم يكون اقل شوي، معناها يعتمد على 4 كفاءات. معناها المترشح يتدرج، فما برنامج بيداغوجي معناها تدرجي يعتمد المكون في تلقين المترشح قواعد الجولان وقواعد السلامه المروريه على الطرقات. البرنامج هذايا باش يكون يعتمد على تطور كفاءة المترشح من حركة جولان خفيفة إلى حركة جولان أكثر معناها كثافة. وفيه السياقة الاقتصادية، فيه الميكانيك معناها ميكانيك بتاع السيارة، فيه كل ما يخص السلامة المرورية. دونك هذايا ثلاثة نقاط هذوما اللي أكيد إن شاء الله من هنا لآخر جويلية سيقع التفعيل مع تفعيلهم، وباش تكون معناها نقلة في رخص السياقة التونسية. علما أنه اليوم نحكيه على أكثر من 3,800,000 رخصة السياقة التونسية، واكثر من 2.5 ملايين اسطول عربات في تونس. هذاك اليوم هذاك علاش اليوم معناها العنصر البشري مهم، خاصه كي نحكيو على الكومبورتمون والحوادث نحكيو ديما رخص السياقه، لانه هي الحلقه الاقوى اللي يتكون السائق باش يكونك السائق هذاك. انت السائق هذاك هو اللي باش يكون غدوه السفير نتاعك في الطريق، وهو باش يتعامل مع نصر الطريق. دونك الاحصائيات تو اللي نشوفوا فيها واللي قاعدين نشوفوا فيها نتاع الحوادث او نتاع القتل او نتاع الجرحى راهي في علاقه كبيره بالعنصر البشري. يعني اللي هما فماش حاجات اخرين، احنا ماذا بينا كان فما تنقيح بطريقه اخرى، طريقه انه مثلا نعرفش انا
وقت اللي نعطي كرهبتي لولدي اللي ما عندوش بيرمي باش يمشي يعمل بها دوره، احنا تويكا نفرحوا جماعه الباك وغيره، دونك يعمل بها دوره ديما نسمع بك الحوادث اللي تصير خاصه دونك هنا زاد يلزمنا ننقحوا زاد القانون يكون اكثر. شوف هي 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 موضوع السلامه المروريه واحنا طبعا باش نحكيو حتى على الصيف والعطله الصيفيه، موضوع السلامه المروريه هي متداخل فيه برشا معناها جهات وبرشا وزارات. انا تو حكينا على الحلقه اللي هي القويه اللي هي رخصة السياقه، ولكن الموضوع تحكي فيه انت هو الجانب الردعي والجانب اللي يخص العقوبات اللي والجانب اللي يخلي السائق والا الولي يعطي السياره لولده يكون مقيد بالقانون، هذا جانب يخص وزاره الداخليه. ايضا ثم جوانب اخرى تخص وزاره التجهيز والبنيه التحتيه. يعني اليوم ماذا بينا كما ثم تطوير قاعد يصير في رخصه السياقه، ايضا نحبوا زاد تطوير يخص التشريعات. ولا وزاره التجهيز اكثر وزاره تحسها تخدم والله برك الله ديما نشوف نقاط طرقات. لا لا هما شوف ايش نقول لك، هو بالنسبه للسلامه المروريه ثم العنصر البشري هو اللي كي دومين معناها في على المستحوات، تجي من بعده العربه وتجي البنيه التحتيه. أغلبية الحوادث مربوطة والأسباب نتاعها مربوطة بالكومبورتمون نتاع السائق. أما التجهيز صحيح ما مكياسات، ولكن مازلنا نراو في بعض معناها الحفر في بعض الأماكن اللي معناها يصعب فيهم التنقل. أما ديما نقول لك باش نحاولوا نرتقيوا بمؤشرات السلامة المرورية لازم كيما عندنا تنقيحات تخص رخص السياقة يلزم تنقيحات تخص التشريعات، يلزم تنقيحات تخص كل ما عنده علاقة بالبنية التحتية، كل ما عنده علاقة بالقوانين. يعني هذه كلها إذا كان نحبوا نخدموا السلامة المرورية نخدموا جروسو مودو هكاك تنجم السفينة تمشي معناها في الاتجاه الصحيح. نرجع للرخصة، توا ديما ساعات نلقى في ديباج يقول لك توا أنا عندي بيرمي تونسي كيف نسافر نجم نسوق به لبرا، اسكو البلدان الكل يخلونا نسوقوا بالبيرمي التونسي ولا؟ شوف هو البيرمي التونسي كانت تنجم تسوق به في كل دوله تنضوي تحت اتفاقيه فيينا معناها صح عليها، لكن البيرمي التونسي من 2011 فقد الاشعاع هذايا، يعني ما عادش رخص سياقه عالميه. هذاك علاش احنا اليوم في التنقيح هذايا بتاع القمر 510 المؤرخ في جويليا لسنه 2021، اذا كان استكملنا الفصول نتاعو الكل وقع تطبيقه البيرمي التونسي باش يلتحق بالركب العالمي وباش يرجع معترف به في العالم او على الاقل في الدول اللي منخرطه في اتفاقيه فيينا. واللي ياخذ بيرمي من قبل. نجيو توا للحالين اكتيالمون، اليوم البيرمي التونسي كي تخرج به لبرا ما تنجمش تسوق به، تتحصل على رخصه سياقه دوليه يقدموا فيها جمعيه او زوز جمعيات، وهي ديجا وقع تنقيحها زاده في الفصل الذولي 48 من القانون هذايا نتاع المؤرخ في جويليه 2021 باش تصبح معناها تقنينه اكثر. توا بالنسبه للبريمي التونسي تتحصل على رخصه سياقه دوليه اذا كان مش تسافر باغ اكزومبل في فرنسا في المانيا ما تنجمش تسوق بها اكثر من عام. اليوم بهالامر هذايا الامر 510 وبهالتنقيحات الجديده بحول الله اليوم رخصه السياقه نتاعنا باش ترجع الاشعاع نتاعها وترجع العالميه نتاعها ونجموا العام الجاي ربما نشوفوا بيرمي التونسي تسوق به في فرنسا مدى الحياه. باهي تو تحكي لي على العباد اللي باش عندهم بيرمي صح عليهم تبع اتفاقيه فيينا وغيره، لكن احنا اللي واخذين بيرمي من قبل. اللي واخذين بيرمي من قبل السوفي تنقح الامر 510 اوتوماتيكمون ترجع رخصه السياقه ترجع الاشعاع يرجع لانه كنا راه قبل نسوقوا به بيرمي التونسي كنا نسوقوا به، ولكن انت تعرف اللي احنا مربوطين باتفاقيات ومربوطين بمتغيرات في العالم، كل ما صارت متغيرات يلزمنا نلتحقوا بالركب ويلزمنا نواكبوا التطورات. ان شاء الله يكون عندنا لقاء اخر سي صابر نزيدوا نحكيوا اكثر على الحكايات هذوما نتاع السلامه المروريه وشو ناقصنا في بلادنا، دونك مشكوره سي صابر اجلاسي خبير في السلامه المروريه. خلينا نمشيو بحذا لشف. التبولي والا التبولي كل واحد الفرنسيس تبولي يقولوا هو الدارجه ياسر عندهم هي والفلافل وغيره من الاطباق الشرقيه والحمص والكافيار دو بيرجين اللي هو المتبل وغيره، دونك البابا غنوج وكذا والحاجات الدارجه. احنا نفرحوا برشا كي نلقوا الكويزين اورينتال معناها مسوقه بهالطريقه واخذه حظها، ان شاء الله يا رب الكوجينه التونسيه كيف كيف تاخذ حظها مع جينيراسيون جديده. هوني مشاهدينا كيف ما شفنا الكسكسي قبيله حطينا له شويه ملح وشويه فلفل اكحل، بس قصناه بالزيت كسكسي اسمر من عند ورده، مرقناه بالماء سخون وخليناه مغطي لين شرب توا، خليناه برد مفرك كل كعيبه وقتها شوفوا كيفاش محبب، باش نزيدوا له لي زانغريديون اللي لازمين في التبولي. عندي بصل الفورما تقصه انا قصيت اونجوليان، تنجموا تقصوه زاده تعملوها سيزلي كيف ما تحبوا انتوما. دونك البصل نتاعنا باش نزيد عليه معدنوس بزايد معدنوس، تحب برشا معدنوس التبولي هو من المكونات الرئيسيه فيها. وهنا عندي نعناع اخضر وريقات نتاع نعناع اخضر مغسولين، فما حاجه بركه باش تقعد ناقصتنا شيف في الفاح
اللي هي السماك ولا السماق كل واحد اش يسميه. دونك اللي هو فاح جاي من بلونت خاصه شويه كيما نقولوا سيري يكون مستقرس شويه نكهته تكون بيان برونونسي ولا وينه ولا يتباع في تونس نلقاوه في بعض المحلات اللي تبيع الحاجات الشرقيه لكن انا ما حبيتش بالضبط السماك ولا السماق كل واحد اش يسميه. ثم دبس الرمان زاد يحطوا فيها مغرفه دبس الرمان اللي هو الرب دبس الرمان عبدي نجم بالضبط اللي هو الرب نتاع الرمان هذاك كي يكون اسمه فتحيه الشواجي تو ينوضوا يحرودوا يعملوا في الدبس فتحيه. دونك هنا نشوفوا النعناع نتاعنا كيفاش عملناه مريش هكا كيما شيفونات. دونك هنا هذايا باش يعطي نكهه بنينه برشا مع المكونات اللي باش نزيدوها. عندي هنا القارص لازم نعمل عصره باهيه قارص نعوض بها النقص نتاع الحموضه نتاع السماق. ها عجبتك يكون فتحيه ما كنتش استدفع. دونك هذايا الجو نتاع السيترون باش يلزم هذا الكل يتخلط مليح باش نحطوا معاه زيت زيتونه احنا بلاد زيت زيتونه. دونك هذا زيت خارق العاده دونك يتحرك الكل مليح مع بعضه يتدلك هكا بشكل البصل مع المعدنوس يسيبوا نكهتهم معاه هو نورمالمون برغل خفيفه برشا باش تعجبكم خاصه فيها الحموضه مع النعناع حاجه خارقه العاده. احنا الملح حطينا قبيله فلفل اكحل دونك ما نسحقوش نزيدوا عليهم هما باش نزيد الطماطم الفرشكات هنا ناقصه شويه معدنوس لازم تكون خضراء اكثر. دونك هنا غلبنا شويه البرغل ولا الكسكسي قلنا اليوم كسكسي الاسمر من عند ورده مزيان تحب نقص لك النعناع نقص لك سافا باش نزيدوا عليها الطماطم هالمكعبات هذيا باش نخلطوها معاها. ثم اللي يحط لها هي التبوله راهي ما فيهاش لا تن لا فيها لا كروفيت لا شوفري. ثم اللي يحط لها توا ولاو يحطوا لها مول ديكورتيكي يحطوا لها قرنين ثم اللي يحط لها الشفريت ولا الكروفيت ثم اللي يحط التن. احنا عندنا تن البدر نجم نحطه فوق منها تزينوها كيف ما انتم تحبوا تشتوا لكن الاصليه هكا يعملوا لها اكثر معدنوس كيف ما قلت لكم تكون عندكم تبوله خارقه للعاده. صحه وفرحه لكم مشاهدينا. هذه التبوله اليوم باش ترافق مرقه اللوبيا اللي بالسمان. نجيو بعد شويه ونشوفوا طاوله الماتينال فيها الخيرات هذيا مع الحلو اللي قاعد يطيب حضرتنا الشيف فتحيه الشواشي. احنا قبل ما نمشيو لفاطمه نحب نذكركم الكويزينا عامله بروموسيون خاصه شويه الشيف فتحيه. وي بروموسيون نتاعها كونها تقسيط في معناها الخلاصات اللي هو على 12 شهر من غير فايض معناها كي تخلصوا كان السوم اللي تفهمتوا فيها والقياس اللي خذيته من عندكم وتاخذ لكم لي ميزور وتعمل لكم حاجات ادابتي للكوجينه نتاعكم والا لي دريسينغ والا عندهم برشا حاجات يعملوهم مزيانين ياسر وانا ناكد لكم اللي لا كاليتي نتاع كوزينا حاجه ممتازه تو عندي عامين ولا اكثر نخدموا بها حاجه فريمون من اروع ما تخدموا ومن احسن ما تخدموا كاليتي ممتازه. يعطيك الصحه كيف ما قلنا احنا باش نرجعوا لفاطمه هوني اللوبيا الخضراء بتاعنا بريس طابت صحيح حطينا لها قرينين فلفل باش نحطوا لها شويه ثوم في الاخر نحركوهم هذوما خليهم يغليوا نتاع دريج من زمان ونطفيوا عليها تكون حضرت وقفت على زيتها كيف ما يقولوا. هذه اللوبيا الخضراء بالسمان اللي حبيت نودكم بها. خلينا مع فاطمه السويت. ميرسي لي شيف يعطيكم الصحه. خلينا نخرجوا فاصل ومن بعد نرجع. عسلامة مرحبا. عندنا ريزرفاسيون 3 ميتي، دوز ادولت ان انفون. عسلامة مرحبا. حتى احنا كيف كيف. زعما قداش تكلفتها؟ ما نعرفش. ما نتصورش باش تلقاو اوفر خير من اللي لقيناه احنا، تصور 3 ميتي 100 دينار اكاهو. احنا 800 دينار اكاهو. كيفاش عملت بربي؟ سامبل برشا تدخل على سيت ليبرتا فواياج، تلقى احسن عروض الصيف باسواق ما كيفاش. تسمع. باش ما تندمش وما تخسرش فلوس وتضمن احسن سوم، ما تضيعش الوقت. ادخل على libertavoyage.com. كي تقول اوتيل بافضل الاسعار تقول libertavoyage.com. يا اللي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا والعشره جمعتنا قوتنا في لمتنا. سمحت شيف مسهل هالبنة. التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلا سلا
وتن البدر حضرناه سلة سلة، محضر بطريقة تقليدية، مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالأوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ وردة سرنا المحبة. يسألوك على الأصل الطيب، قلهم أرض طيبة، وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا، ومن مزارعنا نجمع حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة، ونزيد نقف عليه في مصانعنا الضمان جودته العالية، خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا، صناعة الأجبان. أجبان مرياح سرها صنعة اليدين، حرفة واتقان كل العاملين، وفي خدمتنا نعرفوا لي كل حركة مهمة، كل شيء محسوب، باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين، ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه، ياخو وقته وبلاستو، ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم، وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا، على خاطر بينا أمنتو وعلينا عملتو. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. سيغ مؤسسة تونسية مختصة في بيع تجهيزات المطاعم والنزل، توفر لكم كل معدات المطابخ والمطاعم والمخابز بأسوام معقولة وفي المتناول. للبروفيسيونيل وللناس المغرومة بالطبخ، سيار تحط على ذمتكم إيكيب كبيرة تفيدكم بخبرتها وتنصحكم في الاختيار. ملا زورونا في لي دو بوان دو فونت نتاعنا في المنزه 1 والحمامات.